بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديدة النهاردة، واللي هنتكلم فيها عن ترقية ويندوز 10 إلى ويندوز 11 للأجهزة الغير مدعومة زي جهازي كده، وحبيت إن أنا أنفذها معاكم علشان اللي محتاجة يقدر ينفذها عنده ونستفاد كلنا. وعلشان ما أطولش عليكم، أدي الكمبيوتر عندي هوت ويندوز 10 تمام، وهنشوف إمكانياته إذا كانت متوافقة مع ويندوز 11 ولا لأ. قصادكم هوت ان الكمبيوتر عندي او الجهاز عندي مش متوافق مع المتطلبات ويندوز 11 تمام. هنشوف هنعمل ايه مع بعضنا، وياريت تمشوا معايا خطوة بخطوة ان شاء الله. اول حاجة هنبتدي ننزل ويندوز 10 تمام. تقول لي يا عم احنا عايزين ننزل ويندوز 11، بس خليكم معايا خطوة بخطوة. هننزل ويندوز 10 عندنا تمام. هنعمل اول داونلود تول اللي هننزل منه ويندوز 10 تمام. نحمل هنا مع بعضينا، نعمل له اكسبت بعد كده بنضغط على كرييت انستليشن ميديا مش ابجريد تمام. خليكم معايا خطوة بخطوة ونعمل نيكست. هو مدينا هنا اللانجويج نفس اللي عندنا والويندوز 10 وال 64 بت، ونديله نيكست تمام. وبنختار هنا ايزو فايل مش يو اس بي فلاش، بنختار ايزو فايل وبنديله نيكست، وهنا بيحمل معانا دلوقتي اهوت. وهنشوف هنحفظ الملف عندنا فين، بنحاول ان احنا نختار مكان بحيث ان احنا يكون سهل الوصول ليه، ونكون احنا عارفينه برضه في نفس الوقت، ونعمل الملف باسم ويندوز 10. هنا بيحمل معانا وبينزل معانا عندنا على الكمبيوتر دلوقتي اهوت. شوف انا الكمبيوتر عندي ويندوز 10، موريكم كل حاجه خطوه بخطوه تمام. بعد ما نزلنا ويندوز 10 هننزل ويندوز 11 تمام. خليكم معايا خطوة بخطوة. ويندوز 11 بنختاره اللي هو المالتي اديشن، بنعمل له داونلود، وبعد كده بنختار اللغة اللي موجود عندنا، بنختار نفس لغة الجهاز او نفس لغة الويندوز اللي شغال عندنا على الجهاز، وبنعمل له كونفيرم. بعد كده بنضغط على 64 بت داونلود. اوكي ده هنا بيحمل معانا ويندوز 11 تمام. عايزكم معايا خطوة بخطوة بقى في الاربع خطوات اللي جايين معايا دول. اول حاجة بنفك ضغط الملفات اذا كان ويندوز 10 او ويندوز 11، بنفك ضغطهم كل الملفات دلوقتي بيتفك الضغط بتاعها. انا حبيت اوريكم الخطوات كلها خطوة بخطوة عشان تبقى كل حاجة قصادكم، واذا تمشوا معاها واحدة بواحدة هتكون سهل عليكم جدا ان شاء الله تمام. طبعا مش محتاجين الملفات المضغوطة. هنيجي نخش على الملف بتاع ويندوز 10 ونخش على sources تمام، وبعد كده بندور على ملف install.esd بنشوفه موجود فين، وبعد كده بنحذفه بنعمل له حذف تمام. مش محتاجينه install.esd، بنعمل له حذف تمام. بعد كده بنرجع لملف ويندوز 11، وبنرجع برضو بندخل على sources وبندور على install.wim وبنعمل لها نسخ. هنا عندنا هوت install.wim بنعمل له نسخ، وبعد كده بنرجع على ملف ويندوز 10 وبنخش على sources وبنعمل له لصق تمام.
خليكم معايا في الخطوات ديت مهمة جدا. انا ده بينزل معانا اللي هو الملف install dot wim اللي احنا واخدينه من ويندوز 11، بنحطه في ملف ويندوز 10. هتقولوا لي طب انت شغال على ويندوز 10 ليه؟ احنا عايزين ويندوز 11. زي ما قلت لكم خليكم معايا واحدة واحدة، هوريكم كل حاجة قصاد عينيكم. خلاص ملف ويندوز 11 مش محتاجينه. لا بتحذف برضو ملف ويندوز 11؟ ايوه مش محتاجينه. بنخش على ويندوز 11، ويندوز 10 عفوا، وبعد كده بنخش على السيت اب. تمام، بعد ما فتحنا ملف ويندوز 10 بنعمل له سيت اب. هنا دلوقتي بدأ يحمل معانا، بنعمل تشينج هاو، بعد كده بنعمل له نوت رايت ناو، مش محتاجين ان هو ينزل تعريفات او اي حاجة دلوقتي. هو دلوقتي بيعمل بيشيك على الجهاز، بنعمل له اكسبت. هما دلوقتي بيتأكدوا من كل حاجة عشان يبدأ يعمل له انستول. هو دلوقتي بيقول لك جاهز للانستول. شوف هو مدين عندنا هنا الانستول ويندوز 11 برو، وهيخلي كل ملفاتنا وكل التطبيقات اللي موجودة على الجهاز زي ما هي. تمام، بعد كده بنديله انستول. بدأ الويندوز ينزل معانا صدنا على الكمبيوتر. معلش طبعا الجودة مش كويسة في تصوير الشاشة، لأن طبعا مهما كان لما بتيجي تصور الشاشة ما بتطلعش بالجودة اللي هي، فأنا بصورها بالموبايل. اوكي، هنا الويندوز بدأ يتسطب عندنا على الكمبيوتر. شوف أنا شغال معاكم خطوة بخطوة. بس طبعا الوقت ده كله انا بسرعه عشان ما اطولش عليكم، لغايه اما خلص عندنا ونزل عندنا ويندوز 11. وعشان اكد لكم هنخش على اباوت ويندوز 11 برو، وكده الويندوز نزل عندنا بكل سهوله. ولو تتبعوا الخطوات هتكون سهله جدا جدا عليكم، ودي اسلم طريقة. واذا كان عندكم طريقة اسهل يا ريت تعرفونا بيها عشان كلنا نستفاد بيها. واتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. اتمنى لكم كل خير وبالتوفيق لنا جميعا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.